الاسماعيلي ونجم منتخب مصر الاسبق كابتن معتصم سالم. كابتن معتصم منور الدنيا. صباح الفل يا هيما. صباح الورد. صباح الفل. اخبارك ايه؟ سعيد جدا ان انا معاك. انا اكتر أول والله. مره اطلع على راديو 90 وسعيد ان انا ابقى معاك. منور الدنيا كلها. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. تمام. كابتن معتصم دلوقتي مدرب حالي في قطاع ناشئين بيراميدز صح؟ انا رئيس القطاع. رئيس القطاع. هل احنا عندنا مشكله في قطاعات الناشئين في مصر؟ لا، مشكله بالنسبه للمواهب يعني ولا بالنسبه لايه؟ للمواهب وبالنسبة للعين اللي بتختار المواهب وبتشرف على تدريبها بعد ما تختارها. بص، ممكن يكون عندنا مشكلة في العين، لكن لا، ما عندناش مشكلة في المواهب خالص. مصر مليانة على طول، عندنا في مواهب كتير وفي كل الأندية في مواهب. فلا، أنا مش شايف إن في مشكلة. ممكن مشكلة في إزاي تختار، أو العين اللي بتختار ما بقتش زي الأول. ده بس هي المشكلة. يعني الفروق الفردية بين شخص والتاني في إنه يختار لعيب هي دي اللي بتفرق، لكن لا، في مواهب كتير. في مواهب كتير. طبعا. هل عندنا مشكله في الكوادر او في الاسماء اللي بتشرف على قطاعات الناشئين في مصر؟ يعني زمان مثلا كنا بنشوف في الاهلي، في الزمالك، في الاسماعيلي، نتكلم هنا يعني الانديه الشعبيه، بتلاقي نجوم باسماء كبيره هي اللي بتكون موجوده في قطاعات الناشئين. فاي عيل صغير لما يشوف قدامه نجم بحجم مثلا احمد ماهر، مختار الناحيه الثانيه، احمد مصطفى، محمود ابو رجيله، علي ابو جريشه، بيبقى شايف قدامه نجم هو يعني منبهر بيه، فيقدر النجم ده او النجم ده عنده اللي يقوله له. دلوقتي نتيجه، انا بقول لك رايي انا الشخصي وراي ناس كتير، نتيجه انه قطاعات الناشئين ما فيهاش الامكانيات الماديه اللي تجذب عيون النجوم بعد ما يبطلوا كوره، فبقت النجوم تروح للاعلام، تروح للتدريب بس، يعني قصدي تدريب فرق كبيره يعني. يقول لك يا عم لا، ناشئين هروح انا اتلسع في الشمس عشان اخد 3 4000 جنيه. وبرده عنده حق، ما هو برده نجم وعايز يظهر بشكل معين في المجتمع والكلام ده كله. فبالتالي ده ساب فرصه لحاجتين. اول حاجه اكاديميات، انا بسميها يعني الا من رحم ربي، زي ما بنقول يعني اكاديميات النصب اللي بتلعب بعقول وقلوب وعواطف الاهالي، تمام؟ يا اما ناس مدربين بس مش مؤهلين. طبعا في ناس كويسه اكيد يعني، بس ناس مدربين مش مؤهلين. فبقى عندنا ما بتلاقيش مثلا الاسماعيلي بيطلع المواهب اللي كان بيطلعها زمان، احمد فتحي وحسني عبد رب والزمالك مش عارف مين والاهلي مين. فانا طولت عليك. لا لا لا، بس النقطه دي نقطه بالنسبه لي مهمه جدا. بص، هو لو لما تبص على الانديه الكبيره اللي انت ذكرتها مثلا، هتلاقي في كوادر كتيره موجوده ماسكه. يعني كابتن بدر رجب في الزمالك، معاه محمد شوقي، ومعاه وليد سليمان في الاسماعيلي، في الاهلي، في الاهلي قصدي، في الاهلي. في الاسماعيلي في الكابتن محمود جابر، ومعاه كابتن، كان معاه كابتن اشرف خضر قبل ما يتولى المسؤوليه بتاعه الدرجه الاولى، ومعاه كابتن اسماعيل حفني، ومعاه برضو الاسامي الكبيره اللي انت قلتها، حتى كابتن علي ابو جريشه كان موجود، وكابتن عماد سليمان لحد فتره قريبه. ايوه. نادي الزمالك فيه كابتن بدر حامد وكابتن عادل مامور. فلا، الاسامي موجوده. ممكن يكون المشكله شويه في موضوع التدريب، ان اللعيب لما بيبطل، لعيب الكوره لما بيبطل، بيفكر في اول حاجه هو ان عايز يمسك فرقه درجه اولى، عشان خاطر يظهر بسرعه ويبقى برده لسه في الاضواء زي ما هو. الحاجه الثانيه طبعا عشان الامور الماديه. ممكن تبقى دي شويه في حته ان الولد الصغير يبقى طالع شايف مثل اعلى، او حد هو عارفه او شافه التلفزيون شويه. لكن برضو في مدربين كويسين، يعني الانديه الكبيره بيبقى عندها مدربين كويسين. ممكن ما يكونش هو معروف قوي على المستوى الاعلامي او الجمهور يعني، لكن بيبقى لا، في مدربين كويسين. بص، اكبر مشكله في قطاع الناشئين، اول حاجه اولياء الامور. بجد والله اكبر مشكله. والله هم اللي عاملين يعني اولياء الامور يرفعوا قطاع وينزلوا قطاع. يا نهار ابيض. طبعا. لا، اولياء الامور عاملين مشاكل كتيره جدا جدا، خاصه ان اولياء الامور دلوقتي هي اللي بتلعب في سن اولادها. اولياء الامور نفسها هي اللي بتلعب في سن اولادها. اولياء الامور هي اللي بتعمل مشاكل. اولياء الامور هي اللي بتدفع فلوس للناس عشان خاطر ابنها يلعب. واولياء الامور هم اللي بيعملوا اكاديميات، واولياء الامور هم اللي بيعملوا كل حاجه. فهي دي المشكله، ان ولي الامر بقى يتدخل دلوقتي لدرجه ان هو ممكن يلعب في سن ابنه عشان خاطر يلعب في النادي. هل احنا عندنا مواهب تضاهي المواهب اللي كانت موجوده في ازمنه سابقه قبل كده؟ الموهبه نفسها موجوده، هي المشكله يا ابراهيم دلوقتي في موضوع التركيز. احنا ايامنا مثلا واحنا صغيرين ما كانش فيه التليفون والامور اللي موجوده دلوقتي. لا، دلوقتي التليفون بياخد من تركيز اللعيب كتير جدا. قبل الماتش هو قاعد يا بيلعب جيمز يا بيعمل شات على الفيسبوك.
بعد الماتش برضو نفس الكلام، التليفون على طول في ايده، ما حدش بيتفرج، ما حدش بيخش حتى على التليفون يتعلم حاجه. هي دي الفرق بيننا وبينهم. لكن المواهب لا موجوده زي ما هي، في مواهب كتيره كويسه لكن مشكلتها في التركيز. الولاد ما بتركز. انت ممكن تيجي تقول للولد معلومه معينه، مثلا انا باجي للمدافعين مثلا لو انا بشتغل معاهم فبقول لهم يعني حاول الكره ما تنطش قبل ما تجيلك. انا بقولها 4-5 مرات في الماتش الواحد وبيسيب الكره تنط برضو. ده مش قله امكانيات، ده قله تركيز. بسبب انا بقول ان التليفون ده مشكله كبيره بالنسبه لاغلب اللعيبه. طبعا طبعا الاستيعاب او درجه اهتمام الاطفال او الشباب ان هو يعيش حياته كرياضي كلعيب كوره، مش مجرد ال 90 دقيقه ولا الساعه بتاعه التمرين، يعيش حياته كلها من اكل النوم لحياه لسهر للكلام ده كله، هل عندهم الوعي ده؟ ولو ما عندهمش ايه اللي ممكن قطاع الناشئين يعملوا عشان يخلي عندهم الوعي ده؟ والله بص، هي لا طبعا ما فيش الوعي ده، نسبه قليله جدا اللي عندها الوعي. وانت بنفضل نتكلم مع الولاد كتيره جدا، لكن هو الولد بيجي لي في الاخر في اليوم ساعتين وبعد كده ال 22 ساعه التانيين انا ما اعرفش عنه حاجه. فبرضو دي مسؤوليه البيت. يعني في البيت عنده لازم يبقى هو عارف عايش ازاي، بياكل ايه، بياكل من بره ولا من جوه، بينام امتى، بيصحى امتى، بيمسك التليفون قد ايه. فهي دي مسؤوليه البيت. طب انا شفت تجربه بره مصر انه الشباب او الفرق الشباب بيبقوا عايشين في مكان، المكان ده هم بيدرسوا فيه، بيتمرنوا فيه، بياكلوا فيه، بيشربوا فيه، فبالتالي بيبقوا تحت المنظار. يعني هل ده ينفع يتطبق في مصر؟ ينفع يتطبق في مصر لكن هو مش موجود. الامكانيات دي مش موجوده. انت عايز مكان بيبقى فيه مدرسه، مكان يعني مكان مش عارف يبقى اسمه ايه، لكن هو مكان كبير يبقى فيه مدرسه والمعيشه بتاعته والجيم والتدريبات وهو هيبقى خاص بالنادي. ما اظنش ان احنا عندنا المواضيع دي هنا في مصر متاحه دلوقتي. بس ممكن تعمل طبعا. اعتقد ان ده ممكن يبقى يساعد ان الولد يبقى ديسيبليند، يعني يبقى تحت المنظار طول الوقت وتقدر تشوفه. لان انا بحس ان الفتره دي هي اكتر فتره بتشكل وعيه وجداره وتركيزه وشخصيته وكل حاجه. يعني هي اللي يعني عارف تحس ان ده الاساس اللي بيبني عليه بعد كده ال 10 15 سنه اللي هيلعبهم كوره بعد كده. صح، ده حقيقه. زي ما بتبني عماره كده لازم تحفر بعد كده ترمي اساس عشان خاطر تطلع العماره جامده. بالظبط هو كده. ده بالظبط اللي بنحاول نعمله. الهدف قبل بقى بسيب بيراميدز ونروح للكوره بشكل عام او قضايا الكوره بشكل عام والاهلي والزمالك وماتش السوبر وكده، هل هدف قطاع ناشئين بيراميدز ان هو يكسب يعني بطولات الناشئين، ولا انه يفرخ للدرجه الاولى، ولا انه يبيع ويستثمر؟ بص، اول هدف لينا ان احنا نطلع للدرجه الاولى او ممكن تفريخ لعيبه للدرجه تفريخ للدرجه الاولى او الاحتراف الخارجي. دي اهم نقطه عندنا. احنا يعني انا ماسك القطاع تقريبا من 4-5 يعني، ده الموسم الخامس تقريبا. يعني ابتديت من الصفر. يعني ابتدينا القطاع ده من الصفر مع الاداره الجديده، مع باشمهندس ممدوح والكابتن هاني سعيد. ف يعني الحمد لله في الاربع خمس سنين طلعنا شويه. يعني ده قطه يعتبر طالع من القطاع عندنا، منتخب اولمبي، في عماد ميهوب، في اوكا، في لعيبه كتير. انا بسمع عن عماد ميهوب انه لعيب جامد قوي، لعيب كويس جدا، امكانياته هايله جدا، بس لسه ما طلعش اللي عنده برضه. لسه وابتدى يطلع شويه الموسم اللي قبل اللي فات، بس الموسم اللي فات ده الاصابه شويه اخرته. لكن هو لعيب هايل. طيب نروح بقى من قطاعات الناشئين. عايز اعرف رايك بقى في ماتش الاهلي والزمالك، ولكن بعد الفاصل مكملين كلامنا مع النجم الخلوق كابتن معتصم سالم نجم الاسماعيلي ومنتخب مصر بعد الفاصل، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني كره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد، ومشرفنا ومنورنا كابتن معتصم سالم. كنت بدردش تحت الهواء مع كابتن معتصم سالم ان في اوقات قبل كده يعني في التسعينيات وحتى الالفينيات انه كان كل فرقه من الفرق وتحديدا الفرق الشعبيه فيها كابتن معتصم 4-5 لعيبة انت حافظهم بالاسم. يعني بعيد بقى عن الاهلي والزمالك، كنت خلاص عارف انه الاسماعيلي بقى من اول الجيل العظيم بتاع محمد حازم وكابتن عماد وخالد القماش والجيل ده،
خش بعد كده بقى على احمد فكري الصغير وبشير عبد الصمد وحمزه الجمل وايهاب جلال وفوزي جمال والجيل ده، خش بعديه بعد كده على محمد صلاح ابو جريشه يعني اسماء وتواصل الاجيال. حتى المحله نفس القصه، عبد العظيم الشورى وخالد عيد والزفتاوي وطبعا اجيال قبل طبعا اللي احنا ما حضرناهاش، وفي الاجيال اللي بعد خش على المصري احمد مصطفى وياسر عزت والاكو رحمه الله عليه، تلاقي ابراهيم المصري، تخش المنصوره تلاقي عز الرجال رحمه الله عليه وتامر عبد الحميد وليد صلاح عبد اللطيف والكناني وعبد الظاهر السقا يعني. وكنت ايه بقى تقعد تسمع مثلا انتقال مثلا وليد عبد اللطيف للزمالك ده يقعد 7 سنين فاهم، انت خلاص حافظ ان في لعيب جامد جدا، انتقال مش عارف مين للاهلي 13 سنه بينتقل فاهم ازاي. ده بحس انه مبقاش موجود دلوقتي، ده مش موجود البصمه بتاعت كل فرقه وطبعا الاتحاد بقى احمد، مش عايز انسى برضو الاتحاد احمد ساري ويعني في كل فرقه في والاولمبي الشاذلي احمد الشاذلي في كل واحمد الكاس طبعا في كل فرقه كنت بتلاقي في 3 4 لعيبه كده عاملين للفرقه دي شكل رونق كده. ده لحد قريب يعني، لو اتكلمت مثلا الفتره اللي احنا اللي انا كنت بلعب فيها اللي هي مثلا من 2002 لحد 2012 مثلا، ما كناش في ايامنا احنا يا ابراهيم تلاقي كميه اللعيبه الفريدي. ايوه يعني ما كنتش اسمع يعني انا في الفتره مثلا قعدت 9 سنين في اسماعيلي احنا فرقه ممكن يتباع مننا 1 2 لظروف معينه في النادي، لكن الفرقه موجوده. ايوه لكن ان انت تغير فرقه كامله لا، دي ابتدت مستحدثه يعني من 10 سنين ابتدينا نشوف فرقه كامله بتتغير وفرقه كامله بتمشي وفرقه كامله بتيجي، مفيش ثبات يعني. احنا لما كنا في المنتخب ما كانش فيه ازمه في مركز معين لان زي ما انت بتقول كان كل نادي فيه حاجه. لو قلنا لحراسه المرمى هتلاقي عصام الحضري وعبد المنصف وعبد الواحد ومحمد صبحي والهاني سليمان وبعد كده وشيف اكرامي واحمد عادل عبد يعني كان في عندك في اعداد يعني في عدد انت ممكن تختار منه عدد معين. هتيجي للباك ليفت هتلاقي سيد معوض، اسامه محمد، عبد الشافي، طارق السيد، 4 تختار منهم وكل الاربعه لعبوا منتخب مصر. تيجي للناحيه اليمين هتلاقي احمد فتحي واسلام الشاطر وبركات كان بيلعبها وفي احمد الجمل محمد عبد الله، في عدد في نص الملعب نفس الكلام. في كل فرقه كان في 2 3 لعيبه لا يخوفوك. صحيح. كنا بنروح نلعب المحله في المحله الماتش يعني مش سهل، تلاقي محسن هنداوي وهتلاقي دروجبا في لعيبه كتير ولها اسامي وبتروح منتخبات كمان من المحل. الاتحاد نفس الكلام، المصري نفس الكلام. فهي الامور اتغيرت شويه في الفتره الاخيره، السيستم تحس انه اتغير كله، بقينا عندنا مشاكل في مراكز معينه. ما تعرفش بقى هي طريقه اللعب اللي عملت كده يعني. مثلا احنا دلوقتي بقى لنا فتره ما بنقول ان احنا عندنا مشكله في مركز راس الحرب. هل لان احنا ابتدينا نلعب بقى ب 4 3 3 او 4 2 3 1 المهم بيبقى فيه 3 قدام واحد بس، لكن ايامنا احنا كان فرودين ب 3 5 2 او 5 3 2 فلازم تلاقي فرودين. يعني هتلاقي محمد محسن ابو جريشه وفضل، هتلاقي في الاهلي عماد متعب وفلافيو، في الزمالك عماد متعب وتلاقي ميدو مثلا او في الزمالك كان مرزاكي وميدو ومرزاكي ومثلا وجمال حمزه، ففي 2 ففي كل فرقه 2 فبرضه المركز كان كتير، كان يعني كان في لعيبه كتير. دلوقتي لا، المركز انت كل فرقه بتلعب بواحد. وكانت فتره بتاعت جوارديولا اللي كان ماسك فيها برشلونه طبعا اخترع لنا الشادو سترايكر فبقت الناس تقلده فمبقاش في سترايكر اصلا، فبقت عندنا مشكله اكبر. بس فالامور طبعا من كل فتره والتانيه بتتغير طريقه اللعب، وبالتالي المفروض لما تتغير طريقه اللعب يبقى عندك وفره في المراكز على حسب طريقه اللعب. صحيح. فاحنا عندنا دلوقتي مشاكل في يعني دلوقتي محمد حمدي في بيراميدز اتصاب، اظن الكابتن حسام حسن عنده مشكله دلوقتي في الباك ليفت. مين اللي هيلعب باك ليفت؟ فلا عندنا مشاكل كتير في مراكز معينه. انت مثلا وقت كابتن حسن شحاته جه اللي انت بتتكلم عليه كابتن معتصم، انت كان عندك سيد معوض، احمد عبد الشافي، احمد سمير فرج وطارق السيد كان موجود في فتره، كان طارق السيد وسام محمد بتروجيت وسام يا نهار ابيض، ده وسام محمد ده كان حته باك ليفت كان ده لو موجود دلوقتي كان يبقى ب 170 مليون مثلا. والله لا، انتوا الاجيال بتاعتكم دي على فكره الجيل بتاع كابتن حسن ده في كم لعيبه اتظلمت. لا وما كانش سهل تروح من تحت. ايوه ده انت يعني صلاح امين مثلا، صلاح امين حته فرود وما يعني ما اخدش حظه مع المنتخب لانه فاكر الفتره اللي كان هو في
في اعلى فورمه ليه، كان اتصاب بجنب المنتخب بتاعنا في المنتخب كان معانا في الصليبي فيعني في لعيبه كتير من كتر ما كان لعيبه جامده جدا 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 كتيره، فكنت مش عارف تاخد مين وتقعد مين. احنا قائمه المنتخب كنا بنستناها يعني كنت تعرف مين اللي هيروح صح. ما يعني انت لو قعدت في استوديو صعب. ايوه طبعا صعب. انت مجرد دخولك بس قائمه المنتخب ده انجاز في حد ذاته. مين ال 23 اللي رايحين مثلا كاس امم افريقيا 2010؟ ايوه صح. كانت عليها يعني كتير صح. كلام كتير صح. جدا صح. لان الاعداد كبير والاسامي كتير. لو جينا في مركز السرد باك كنت بتدور بقى طبعا عيش كتير مع نفسك جدا عشان تخش هتلاقي فتح الله ووائل جمعه عبد الظاهر السقا معتصم سالم شادي محمد شادي محمد أوكي. لا كتير كتير اسماء كتير يعني فلا كان في عدد كبير قوي من اللعيبه عندنا كتير صحيح. طيب اروح معاك بقى للماتش الاهلي والزمالك اللي جاي. ايه رايك في فكره تصريحات النجوم السابقين المثيره للجدل؟ يعني في تصريحات انت ممكن كابتن معتصم راجل عندك كارير، لعبت منتخب مصر، لعبت واحد من اهم الانديه الشعبيه اللي في افريقيا كلها الاسماعيلي، عندك راي، الراي ده ممكن يكون صادم، ممكن يكون حاد، ممكن يكون مختلف عن الناس، مفيش مشكله. ولكن هل انت بتشوف يا كابتن معتصم ان في نجوم بتبقى قاصده تقول تصريحات فيها لغط، يعني هو بيعمل ده قاصد عشان يبان وعشان يظهر؟ ايوه طبعا. لان في ناس كتير عملت كده في البدايه وبعد كده دلوقتي قاعده في القنوات وبتحلل وبتتكلم في برامج ومتعاقدين معاها وبتاع، فالناس اشمعنى انا؟ ايوه لا طبعا. بص انا ما عنديش مشكله ان انت تقول رايك صحيح. بغض النظر عن رايك ده احنا موافقين عليه او مش موافقين عليه، دي وجهه نظرك. لكن انا ما اقولش الراي اللي هو يثير الجدل او ما اقولش الراي اللي هو ورا الجمهور الجمهور الفلاني. انا الجمهور الفلاني لو انا قلت كده هيحبني وهيكتب عليا والسوشيال ميديا كلها تتكلم عليا. لا طبعا مش موافق على الموضوع ده. اي موضوع بقى يعني بقى ماسخ شوي. أي. بقى زياده عن اللزوم والامور بقت زياده عن اللزوم جدا في موضوع ان انا اقول تصريح لازع قوي. ناس تهلل ورايا جدا وناس تفضل تشتم فيا، وفي الاخر انا كسبت ايه؟ ان انا مثلا قاعد 4 ايام او 3 4 ايام اسمي مكتوب على السوشيال ميديا، ده فلان، ده معتصم قال، ده معتصم عاد. انا مش مع الموضوع ده خالص بصراحه. طيب اخد من النقطه دي واروح لماتش الاهلي والزمالك. رايك ايه في الماتش ده ومين اللي عنده افضليه؟ يعني مين اللي انت شايف انه على الورق فنيا ليه افضليه عن الفريق التاني؟ طبعا فريقين كبار يعني مش هنتكلم على الاهلي والزمالك، تاريخهم معروف جدا في مصر وفي افريقيا. ماتش مهم جدا للفرقتين، بطوله، ماتش واحد يجيب لك بطوله. الاجهز دلوقتي على الورق وفي من خلال اخر لقاءين في افريقيا هو الاهلي. خطوطه مكتمله وخطوطه جاهزه وما عندوش مشاكل كتير. الزمالك لا، عنده مشاكل. الزمالك عنده مشاكل في خط الظهر وعنده مشكله كبيره قوي في خط النص. الزمالك على الورق بيلعب 4-2-3-1 بس هو الطبيعي 4-1-4-1 لان هو عنده 5 قدام ما بيدافعوش. ما بيدافعوش ودي هتبقى مشكله قدام النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده 3 في نص الملعب هم اساس النادي الاهلي. كولر محور شغله كله الثلاثه بتوع نص الملعب وتحركه اللي هم مروان واكرم. مروان واكرم وامام. عنده مروان واكرم دول هو انا بعتبرهم 6. الاثنين بيلعبوا في مركز 6. الاثنين الناحيه الدفاعيه عندهم 70% والهجوميه عندهم 30%، فهم امن نص ملعبه بشكل كبير. زائد ان امام 50-50. امام بيهاجم كويس قوي في ظهر خط الهجوم وفي نفس الوقت بيرجع يدافع كويس قوي مع في نص الملعب. فهو مامن قوي نص ملعبه وده اللي مديله افضليه كبيره قوي. زي التحركات طبعا الخط الهجومي والناس اللي في الدفاع الفايقه دلوقتي رامي ربيعه ناس. الزمالك عنده مشاكل كبيره قوي في خط الظهر كبيره جدا. ولو هو لعب بدونجا لوحده في نص الملعب هتبقى عنده مشكله كبيره. ولو لعب بدونجا وجاب بيه شحاته في نص الملعب هيبقى عنده برده مشكله كبيره. الاثنين لوحدهم مش هينفع، مش هيكفي قصاد النادي الاهلي. لكن في الاول والاخر الماتش ده ماتش تركيز وفروق فرديه. يعني التركيز والروح دول لو فرقه معاها الاثنين دول وفرقه معهاش واحده من الاثنين دول الفرقه دي هتكسب ايا كان هو بيلعب بطريقه ايه ولا مين في الملعب ولا اي حاجه. يعني الماتش ده ماتش بطوله، الفرقتين امكانياتهم عاليه، الفروق الفرديه تقريبا امكانيات عاليه للعيبه. لكن هنتكلم على الخطط وبتاع لازم تحط خطه كذا، لكن الروح والتركيز النقطتين دول هيفرقوا فرقه عن الثانيه. ايوه احنا بنقول دلوقتي الاهلي ورقيا او فعليا نظرياً. او نظريا هو احسن من نادي الزمالك، خطوطه مكتمله وشكله كويس ومقدم ماتشين كويسين. نادي الزمالك ما كانش افضل حاجه حتى لما كسب الماتشين التانيين، لكن انا بقول لك النقطتين دول لو توفروا فرقه هتكسب حتى لو الزمالك. ايوه
طيب عايز اعرف منك نقطة الدفع بالنجوم او الصفقات الجديدة. الجمهور دايما بيبقى متشوق يشوف الصفقة الجديدة، وبالذات لو ماتش اهلي وزمالك، وبالذات لو الصفقة دي يا سلام لو نزلت وكسبتك، يا ده انت بتبقى هناك يساعدك كجمهور ان انت الراجل ده جيت بيخش عندك في حتة كده في قلبك ما بيطلعش منها. الانطباع الاول. فهل بتشوف انه لقاء زي ده تحديدا في الزمالك، لان الاهلي مساحات الدفع بالنجوم الجديده فيها هتبقى محدوده قوي، لان هو كده كده قائمته مكتمله وفرقته الاساسيه مكتمله، هل الزمالك بتشوف ان جوميز ممكن يغامر ينزل بقى لعيبه من اللعيبه زي بقى عمر فرج، زي كولتشاك البولندي، يبتدي يدفع بيهم ويدخلهم لاول مره على التشكيل؟ هو عنده مشكلتين لازم هيسدهم بصفقه جديده، الباك ليفت ونص الملعب، فلازم يتصرف في الموضوع ده. اظن ان هو نادي الزمالك هيدفع على الاقل اتنين جداد في الماتش اللي جاي. على الاقل يعني. النادي الاهلي ما اظنش ان حد جديد الا لو هو فكر في اشرف داري، لانه لعيب برضو مش لا قليل، ولعيب لعيب دولي ولعيب كبير وجاي المغرب. وهو جاي عشان يلعب، وخلينا نبقى واضحين. صحيح. هو هيلعب جنب واحد من الاثنين، يا رامي يا ياسر، وغالبا هيبقى رامي، لان رامي ما شاء الله ماشي كويس الفتره دي. بالظبط. فاشرف داري بنسبه كبيره لو ما لعبش الماتش ده فهو اساسي بعد كده الماتشات اللي جايه. لكن الزمالك لا، الزمالك لازم يدعم صفوف على صفقتين في التشكيل الاساسي في الماتش اللي جاي، لانه عنده نواقص كتير جدا. بحس ان اقرب صفقه ممكن في الاهلي تكون باديه اساسيه في الماتش اللي جاي يحيى عطيه الله، على اعتبار انه خلاص هو لعب، خلاص هو لعب الماتشين يعني مش هنعتبر ان هو دفع بوجه جديد، خلاص هو دخل لعب الماتشين بتاع افريقيا فدخل خلاص. ايوه. بنتكلم على اللي ما لعبش قبل كده. تمام، نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن معتصم سالم في كره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني كره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد، ومشرفنا ومنورنا كابتن معتصم سالم. كابتن معتصم، بتشوف الاسماعيلي بعد مرحله كابتن ايهاب جلال رحمه الله عليه، ايه الانسب، ايه الافضل للاسماعيلي عشان يعود الاسماعيلي كما كان؟ هو المشكله عنده في الاسماعيلي دلوقتي عنده مشكله كبيره قوي. يعني انا سمعت ان هم عنده ايقاف قيد، زائد ان العقوبه اللي موجوده ما تحلهاش الفلوس، ودي اكبر مشكله انا سمعتها. يعني سامع ان الفترتين القيد اللي موقوفين دول دي عقوبه من الاتحاد الدولي، حتى لو دفع الفلوس هيبقوا موجودين. ولو المشكله دي صحيحه، انا مش متاكد منها يعني، هتبقى اكبر مشكله للنادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي كان عنده 5 لعيبه اساسيه، هو استغنى عن 6 لعيبه. هاشم هو ما كانش بيلعب بصفه اساسيه في اخر فتره، مشي. محمد فوزي الجون، دسوقي كان بيلعب بصفه اساسيه، وعمر الساعي، وعبد الرحمن مجدي، محمد مخلوف. فاحنا اصلا السنه اللي فاتت كنا بنقول الاسماعيلي عايز يدعم يجيب لعيبه، فانت مشيت 6 ومش عارف تجيب، هتعمل ايه؟ يعني دي بخلاف موضوع ان احنا نتكلم في الجهاز الفني ومين لا، ده انت عندك مشكله اكبر. انت مش عارف حتى تجيب لعيبه، يعني انت حتى اللعيبه اللي انت المفروض هتاخدها اعاره او هتاخدها في الصفقتين اللي انت بعتهم مش هتعرف تسجلهم. طب هتطلع منين وهتعمل ايه؟ دي اكبر مشكله للنادي الاسماعيلي، اتمنى انها تتحل، اتمنى يكون لها حل، وما يكونش الكلام اللي انا سامعه ان فترتين القيد كده حتى لو هو دفع الفلوس يعني عقوبه مش هتتغير. اتمنى ما يكونش صحيح. الافضل كجهاز فني، يعني كلام كتير بيتقال في الحته دي، انت رايك ايه؟ والله بص، اي جهاز فني هيجي هيبقى عنده صعوبه في الظروف اللي انا بقول لك عليها دي، هيبقى عنده صعوبه. اي جهاز لو جبت جوارديولا مسك الاسماعيلي في الظروف اللي هو فيه ده، هيبقى عنده صعوبه كبيره جدا في ان هو يحقق نتائج جمهور الاسماعيلي يرضى عنها. ايوه. دي هتبقى صعب. لكن انا سامع اسامي، يعني سامع مارك فوتا، سامع كان موضوع كابتن حلمي وبعد كده وقف. فسامع اسماء، في ناس بتقول كابتن حمد يكمل، في ناس بتقول يبقى في تصعيد لحد من قطاعات الناشئين، يعني انت شايف ايه؟ بص انا شايف ان حد يجي يمسك الفرقه من بره. من بره. ليه؟ عشان الجمهور، يعني انا مش عايز اشيل ولاد النادي اكتر من كده، الجمهور مش هيستحمل حد. يعني خلينا واضحين في الظروف اللي موجود فيها النادي، الجمهور مش هيستحمل حد. ومش هيستحمل كابتن اشرف خضر، ولا هيستحمل كابتن محمود جابر، ولا هيستحمل حد من ولاد النادي. لازم تجيب حد من بره عنده خبرات، يعرف يعمل لك فرقه كويسه من الناس اللي موجوده. يكون لك فرقه كويسه من الناس الموجوده، انك تعالك في الدوري الموسم اللي جاي، انت هيبقى عندك مشكله كبيره جدا
لو الكلام اللي انا ان مش هيتعرف تجيب صفقات دي هتبقى عندك مشكله كبيره. فمهما جبت من جهاز، لا انت لازم عايز جهاز يكون عنده خبره ويعرف يوقف لك اللعيبه على رجلها، وتبقى عينه كويسه حتى في توظيف اللعيبه، يعني يعرف يغير لك مراكز بعض اللعيبه لو عندك نقص في مركز معين، فانت ما قدامكش غير دول، فلازم هتوظف واحد من مركز لمركز. فلا برضه عايز حد عين كويس ويعرف يمرن الولاد على المراكز الجديده. هل الاسماعيلي عنده لعيبه في قطاعات الناشئين تقدر تسنده؟ يعني دايما كنا بنشوف قطاعات الناشئين في الاسماعيلي مميزه جدا، بتطلع لعيبه هايله. هل في دلوقتي في قطاعات الناشئين في الاسماعيلي مش بالكم بتاع زمان؟ مش بالكم بتاع زمان، لا لا مش بالكم بتاع زمان، ممكن واحد او اتنين في، لو هنتكلم على الفرقتين الكبار اللي هم 2005 و2007، هم دلوقتي اقرب اتنين، اقرب فرقتين يقدروا يصعدوا للدرجه الاولى يعني. لا ما فيش، المميزين مش كتير. عايز اخدك لبعض الاسئله اللي ليها علاقه بتفاصيل عامه شويه. افضل لاعب انت شفته في تاريخ الاسماعيلي؟ هو افضل لاعب لعبت معاه، ماشي، عشان تاريخ كبير قوي الاسماعيلي، ففي ناس كتير قوي يعني، اقول الكابتن محمد حازم والكابتن عماد سليمان، ففي وكابتن عمرو ريشة، سيد عبد الرازق، ففي اسامي كتير. انا اقول محمد حمص. محمد حمص عشان من الناس اللي انا لعبت معاها افضل لعيب محمد حمص. حمص انا مفيش لعيب عشره سواء في الاسماعيلي او في منتخب مصر الا لما بيقول فيه شعر، لان هو فعلا كده. حمص في الكوره انا ما شفتش حد زي حمص في الكوره. حمص بيلعب اصعب حاجه في الكوره اللي هي السهل. خد بالك اصعب حاجه انك في الكوره انك تلعب الحاجه السهل، صح؟ ان بتحس ان الباص، حمص عامل باص عادي بس احنا مش شايفينه، هو اللي شايفه يعني. هو الوحيد اللي شايف الباص ده العادي. لا حمص في الكوره ما فيش حد زيه، انا ما لعبتش مع حد زي حمص. وبره الملعب حمص، لا حمص كابتن الفرقه، حمص بيلم الناس حواليه وبيحل مشاكل، حمص دمه خفيف جدا، حمص بيقف ورا الناس كلها. لا حمص يعني ربنا يبارك له ان شاء الله ويكتب له الخير يعني. اللهم امين يا رب. مين افضل مدرب انت اشتغلت معاه حسيت ان هو طلع احسن نسخه منك؟ بص، في يعني هنتكلم على الفترات الطويله شويه، اللي هو النادي الاسماعيلي مثلا، هنتكلم على مارك فوتا. برضو مارك فوتا كان اول مدرب هولندي نشتغل معاه. ايوه كانت مدرسة جديدة بالنسبة لنا، وكان مدرسته، هو كان حظه حلو عشان نبقى صراحة، ان احنا كان عندنا فرقة قوية، فرقة كنت فرقة اسامي قوية جدا، فرقة جامدة، فهو جه الفرقة موقفنا على رجلينا. ايوه بس يعني فاهم، اشتغل لنا بقى شغل بتاع هولندا هم بيهتموا قوي بالحتة البدنية جدا، فوقفنا على رجلينا، فطرته الامور. الامور كانت كويسة جدا، كانت فرقة كويسة. فلا مارك فوتا و مين تاني؟ برضو بوكير، كانت بداياتي مع الاسماعيلي كان مع مستر بوكير، برضو اثر فينا شويه، لان بوكير كان بيحب الكوره. يعني بوكير كانت كل الوحده التدريبيه بتاعتنا 4-2 وتقسيمه في نص الملعب، ممكن شوتينج شويه حاجات كده هو بيعملها تكتيك مثلا ولا حاجه، بس اغلب الوحده هي كده 4-2 وتقسيمه في نص الملعب، وهو كمان كان بينزل يلعب معانا. كان بيجيب بقى ياخد الولاد الصغيرين اللي هم متصاعدين معانا، اللي هم ساعتها كان عبد الله السعيد وعبد الله الشحات والناس الصغيره دي، وابراهيم يحيى واحمد خيري. فهو كان بياخد الولاد الصغيرين دول مع كام واحد اتنين ولا حاجه من الكبار، ويعمل فرقه ويلعب الفرقه بقى الكبار بقى اللي هم الناس اللي موجود. وبيخلي الكابتن جابر هو الحكم. طبعا الكابتن جابر بيحكم له، بس بتبقى التقسيمه نار والله. بتبقى نار جدا. لا وحماس، وهو ما شاء الله كانت صحه كويسه يعني، مع انه كان كبير ساعتها برضه، بس لا كان بيجري وكان بيعمل. فلا برضه يعني من الناس اللي عملنا معانا نتائج كويسه برضه جدا. طيب هو السؤال انه أسوأ مدرب دربك، بس انا خليني اقولها بصيغه مختلفه، مين اكتر مدرب انت حسيت انه لا ما طلعش منك احسن حاجه، لم يحسن التعامل معاك؟ لا بصراحه ما فيش والله. ما فيش لا، كل مدرب جه مرنا في اي حته انا لعبت فيها لا استفدت منه. حتى لو حاجه سلبيه خد بالك، ما دي استفاده برضو. ان انا عرفت ان ده سلبي المفروض ما اعملوش، لما ابقى مدرب المفروض ما اعملوش. فلا ما فيش حد ما استفدتش منه، كل الناس استفدت منه. انت لعبت في جيل مع منتخب مصر اعتقد ان هو حتى الان هو الجيل الاهم والاعظم في تاريخ منتخب مصر. الحمد لله. مين اللعيب اللي انت كنت بتتكيف منه في التمرين؟ يعني اللي هو يا جماعه انا نفسي تيجوا تبصوا، انتوا بتشوفوا حاجه في الملعب، ده اللي انتوا بتشوفوه في الماتشات ده ما يجيش واحد على 10 من اللي بيعملوا معانا في التمرين. بص كان احسن يعني اكتر لعيب بحب ان الكره تجيله
في التمرين، وحتى لوحده لو هو لوحده كان حسام غالي. حسام غالي ستايله حلو قوي وهو ماسك الكوره، لو بينطق لو بيمشي بيعمل دريبل بالكوره. لعيب جامد حسام، وشخصيه امكانياته في الكنترول بالكوره لا كان قوي جدا. كان غير طبعا الشغل في الملعب يعني شغل الماتش حاجه، وشكل الكوره في رجله هو هو ليه ستايل كده ممتع وليه ستايل مختلف عن اي حد، تحس ان هو ليه تيست كده وطعم ما مش موجود. فرق السماء والارض بين ستايله وستايل فضل مثلا. بقول لك ايه، ده مودي هيعمل علينا حلقتين في الراديو، خلاص شوف البرنامج بيطلع الساعه 1 هيمسكنا فرومنا. صباح الفل يا عم مودي. اه فضل حبيب. طيب اخيرا عايز اعرف منك توقعاتك لماتش السوبر، ومين اللاعب اللي انت متوقع ان يكون مفاجاه من الفرقتين، يعني اللي يكون نجم اللقاء ده من الفرقتين، لعيب من هنا ولعيب من هنا؟ التوقع صعب على فكره، مع ان زي ما قلت لك ان كفه الاهلي نظريا اميل شويه، لكن انك تتوقع مين يكسب لا. النقطتين اللي انا قلت لك عليهم التركيز والروح دي هتفرق كتير جدا، فما اقدرش اتوقع مين يكسب. اتوقع مين من الاهلي وحد من الزمالك يكون هو العنصر اللي يرجح كفه فرقته في الماتش ده، او اللاعب الاهم، خلينا نقول عشان نبقى كلامنا واقعي برضو اكتر، مين اللاعب الاهم دلوقتي في صفوف الاهلي والاهم في صفوف الزمالك، لو في حالته يفرق مع فرقته؟ امام عاشور في الاهلي لعيب مهم جدا، بيأدي ادوار انا شرحتها من شويه، مهمه جدا لكولر وفي نص ملعب النادي الاهلي. في نادي الزمالك انا شايف يعني اهم لعيب دلوقتي هو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد عبد الله هو العينيه يعني مختلفه، الرؤية عنده مختلفة، وده اللي بيخلي عبد الله موجود لحد دلوقتي، رجليه ثابتة في الملعب، رؤيته مختلفة، بيعرف امتى يعمل السرو باس، امتى بيتحرك في ظهر خط النص ما بين الخط ما بين خط النص وخط الظهر الفرقة المنافسة. لا عبد الله سعيد لعيب مهم برضه. يا كابتن معتصم انت نورت الدنيا، واحد من الشخصيات الجميلة الخلوقة المحترمة والنجوم الكبيرة اللي احنا بنتشرف بوجودها معانا والله دايما، وبنسعد بوجودها معانا. شرفتنا ونورتنا. ربنا يكرمك يا ابراهيم، انا سعيد جدا والله ان انا عزك واحفظك، نورت الدنيا كلها. كل الشكر لنجمنا الكبير كابتن معتصم سالم اللي شرفنا ونورنا النهارده. خلصت حلقتنا من الكوره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصر.